المطالبة بالعفو العام مطلب دستوري. نحن لا نطالب بشيء غير موجود في الدستور. المادة 75 من الدستور تقول لسمو الأمير الحق في العفو الخاص بتخفيض العقوبة أو إلقاء العقوبة، أما العفو العام فيصدر بقانون. معنات قانون أن مجلس الأمة يطلع القانون، مجلس الأمة يطلع القانون. إذن ما يقوم فيه إخوانكم وزملائكم أعضاء مجلس الأمة لما يطالبون بالعفو العام، هم يطالبون بحق دستوري ونص دستوري. لم نأتي بشيء غريب مثل ما يقول البعض، أنتم تتجاوزون صلاحيات سمو الأمير أو أنتم تتجاوزون أدواركم وأن تخرجون عن اختصاصاتكم. هذا الكلام ليس له أساس من الصحة إطلاقا، وإنما هو نص دستوري سليم وصحيح نصت عليه المادة 75 من الدستور. حقيقة مهمة جدا يجب نحطها. هل الحقيقة الثانية ما قام فيه إخوانكم بتقديم القانون والحرص عليه وإدراجه في جدول الأعمال والمطالبة بتعجيله مخالف للنصوص الدستورية والقانونية؟ أبدا، بل أن اللي يؤكد ذلك يا جماعة، اللي يؤكد ذلك حطوها ببالكم، أن في 2017 تقدموا مجموعة من النواب إخوانكم بقانون كذلك للعفو العام عن قضية دخول المجلس، وكنت تشرفت أن كنت رئيس اللجنة التشريعية ووافقنا على هذا القانون في اللجنة التشريعية في 2017 وعرضناه على مجلس الأمة ولم يحز على الأغلبية. يعني مشت الأمور بشكل طبيعي، وكان فقط قانون للعفو العام عن قضية دخول المجلس. فنحن لم نأتي بمخالفة أو تجاوز، بل مشينا بالطريق الصحيح وبالإجراء الدستوري والقانوني السليم والصحيح.